الغايب على الأم. ليش؟ حكم البعد. شفت؟ أنا كلمت أحد. مو بعد يا حبيبي. قول لا إله إلا الله. أنا كلمت أحد عن أحد من داخل القناة. له دور في القنوات. زين؟ قلت له يا أخي إيش السالفة؟ إيش فيكم؟ قال لي كلمة. قال لي كلمة. البعيد عن العين بعيد عن القلب يا عبد الله. ما في كل الاحوال. لا لا يقول ما لا معليش في يعني ناس يزورون قناه 24 ساعه رايحين جايين يلا عندنا مسلسل تعال ترى عندنا يطلع معنا اليوم حلقه حبيبي الواحد يدور الاعلام الاعلام ما راح يجيك الدور ما قلت شيء بس انا بعيد انا اللي في الرياض 24 ساعه تقعد بالقناه ما انت بعيد ترى على الرياض مو بعيد والله 80 كيلو 100 كيلو حرام عليك يوميا يا اخي ايام شقتنا صدق مو زي اللي لحظه لحظه ايام شقتنا ترفيه شهرين و10 ايام ها معي شهرين و10 ايام يوميا من خارج الرياض تعبت يا رجل لا لا كذا لا سيارتي تعبت لا كذا بس خاص ببرنامج يوميا ماني طيب ايش اقول لك لحظه اي لحظه المسلسل اللي مثلته انا 42 حلقه نطلع في العماريه حبيبي من بعد الفجر ما تعتبر بعيد عن الاعلام دامك في المنطقه الوسطى ما انت بعيد عن الاعلام الله النبي هو كلامك سليم نوعا ما لكن نوعا ما لا شوف الا بعيد والله بعيد يا خالد وعابد حبيبي والله بعيد اللي يجرب الاعلام في الرياض مو زي اللي يجرب الاعلام في ابها او في انا معك في النقطه تبوك او في حائل عرفت انا معك في النقطه يعني انت قريب ترى 80 كيلو ترى ما هي مثل 1800 كيلو صح بس انه اذا جاء هو شارك شارك خلاص نرجع نعيد ونقول الكلام ان اللي يدور الاعلام ما هو مثل اللي ما هو اللي ينتظره بس اللي في الرياض قريب استاذ والله فداك يا مرحبا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا هشام الملحاني هلا بالشيخ طيبين السلام عليكم محمد حسنان كيف الحال حيكم طول عمرك انا من حالك الله يسعدك عبد الله الحربي عبد الله الحربي يا مرحبا ما هل المطر وبرق الورد والله ما قلت مضاهي وكذاب لو اللي بينزل بالحق داوود لو من الحق داود اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا بالرفاقه والاصحاب تعداد ما هل المطر وبرق العود الله قلت والله وكذاب ساوي الذي عبد الله الجميري داود ساوي الذي نبت معك حياك الله مهند السعد الله يحييك ويبارك فيك نورتنا والله احنا نفرح الضيف اللي يدخل علينا ترى غير علينا الجو ها السلام عليكم معاذ الجمالي ونعم الله ونعم ونعم بالمرحب ما شاء الله حياكم الله جمعان الحافي يا هلا وغلا سعادة مهندس سعد ابو طفي ونعم سمعت الله حياهم حياكم الله شباب يا مرحبا الله يا هلا يا هلا يا هلا وسهلا حياكم الله سعد تفضل يا مهندس سعد مهندس تفضل هنا يا هلا والله اقول لك احنا نفرح الضيف اللي يجينا من برا يغير علينا جو يا مرحبا الله ونشوف ناس جديده وجيه جديده احنا مع بعض 24 ساعه ممكن نجلس معكم الله يحييك ويبارك فيك تفضل سعد المهندس يا هلا والله وش ذا يا حسنان وش هو؟ اي نعم المهندس وليش الشيخ يا شباب؟ حل نخدمك يا مهندس ابو عمر رب قلبك الله يطول عمرك لا خليها يا شباب خليها على الطاوله جزاكم الله خير شباب في احد ناقص برا يا مرحبا الله حياكم شباب حياكم الله ايش اللي تبغى نجهز لك لا خلاص جاهزين وتنظيم الشباب كذا كويس ثلاث مجموعات ثلاث مجموعات نعم طيب يا شباب في احد ناقص يا رجال كملين انت العريف ما شاء الله اي انا اليوم عريف احنا كل يوم ما بعرف مشرف يعني يدير اللقاء يدير البرنامج طيب يا شباب الله يعطيكم العافيه نشكركم على وجودكم معنا اليوم بيض الله وجهكم ما قصرتم وعلى تقسيماتكم اليوم سعيدين جدا بتواجد المهندس سعد بن جازي المطرفي مدير يستاهل تحيه يستاهل مدير مرافق القطاع الغربي بالشركة السعودية للكهرباء بإذن الله عز وجل بيقعد معانا ساعة ساعة إلا ربع نستفيد ويفيدنا إن شاء الله الساعة مع سعادة المهندس وتفضل الله يعطيك العافية طيب حياكم الله شباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا يا شباب فرصة طيبة أكون معكم الليلة في الدقائق هذه وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقني أنا وإياكم أن نستثمر هذه الدقائق فيما ينفعنا وينفعكم بإذن الله سبحانه وتعالى
طبعا شايف الطاوله هذه ترحيبها زايد، اتوقع هي اللي حتفوز ولا لا؟ ان شاء الله خير عشان ولد عمي معاه. اي طبيعي. طيب يا شباب، شباب ابغاكم كل واحد منكم يتخيل انه جاه اتصال معي. شباب جاه اتصال